سلام عليكم. اليوم بعلمكم شلون تربون تيرتل. أول شي هذه سلحفاتي تيرتل مالينا، تشوفوها حلوة. سوي لايك سبسكرايب ده حلوة. أول شي بعلمكم شلون نعطيها فودات. هذا هو الأكل مالين تيرتل. هذا هو الأكل نعطيها. نعطيها كل يوم مو واجد، لا خطير بعدين تموت. نعطيهم في اليوم يمكن 2 أو 3، أنا بعطيهم 3. تقدرون تعطونهم ريوق وغدا وعشاء، تقدرون تعطونهم مرة واحدة. أنا بعطيه مرة واحدة. تيرتل اسمها مشمشة. اسمها مشمشة. هادي واحدة وين قلبت تيرتلتي. لحظة بعدين تعرف تعدل روحها. وهذه الثانية وهذه الثالثة. طبعا أول شي لا حد يفكر أنه يذوق أكل التيرتل لأنه خطير خطير، مال حيوانات هذا مو مال إنسان. فاللي ياكله لازم يحاول يعتني في روحه، ما ياكل ما يعيدها يعني. اهم شي ما نعيد الخطأ، كلنا نخطأ بس اهم شي ما نخطأ مرة ثانية. اول شي تيرتل لانهم بطيئين فهم يعيشون الاف السنين. عاد هادي مالتي صغيرة مشمشتي. ف بعدين كل يوم لازم تبدلون مايها. اول شي تطلعونها من القفص، عقب تشيلون الماي، عقب مر تحطون شوية ماي فوق الحجارة بشوية. اذا ما عندكم حجارة حطوا يعني، حاولوا ما تكثرون من الماي لان هي بعد لازم ما تفطس، لان بس لازم هي لين يعني تنشف من الماي تموت. لازم ما تنشف يعني، خلوا مجال تتنفس وخلوا مجال تسبح. فلازم كل يوم نعتني عليها، نحط الماء بعدين نحطها بسريع. اوكي عاد مو واجد سريع لازم. اوكي فتتابعون فيديوهات ثانية، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. يلا باي.